النهارده يا كابتن طارق عرفنا ان احنا منتخب جامد طبعا. منتخب قوي. احيانا بنبالغ جدا في المنافسين بتوعنا، يعني نتعامل مع كوت ديفوار قبل المباراه دي، كوت ديفوار دي هتنزل تاكلنا، هتنزل تمرمطنا، هنلعب المغرب هتعمل مش عارف فينا ايه، نيجيريا هتعمل مش عارف فينا ايه، احنا جامدين يعني. ما هو برضو لازم الناس تبقى واخده بالها ان احنا منتخب جامد بس لو لعبنا صح. بص انا كاتب هنا كلمتين يعني دي اجابه سؤالك. هاي احنا كمصريين على مر السنين اللي فاتت دي كلها واللي جايه احنا بنتميز عن الافارقه بحاجه مهمه جدا. مش معنى كده ان هم العكس، لا فيه. عندنا ذكاء داخل الملعب غير طبيعي. صحيح. وعندنا تالنت. اللعيبه عندنا عندها موهبه عاليه قوي ومهارات عاليه، يعني احسن لعيب مثلا عندهم اللي هو نيكولاس بيبي ده ده لعيب امهر واحد فيهم. صحيح. انا شفت سريع وكل انا شفت ان هو امهر واحد فيهم لاعب الارسنال اعتقد طبعا. ده لعيب كويس سريع ومهاري ده لعيب مهاري عنده الحته اللي بفتقدها اي لاعب افريقي. صح. لكن فتوح قفل المكان ده بشكل جاد جدا جدا فاهمني، ما خلاش الراجل ده حتى على الاقل اللي كان بيرجع دايما يروح واخد على الشمال وراجع لورا وبص لورا، كان بيبقى في كفر يا كابتن وراه على طول وعلى طول بتلاقي حجازي، بتلاقي سعاد النني، سعاد السولية، سعاد مرموش، برافو عليك. فانت قفلت الحته دي ليه؟ لان الولد ده ده يمكن افضل لاعب في كوت ديفوار النهارده انا شفته. صح. بالاضافه الى الراجل المساك الثاني اللي هو اريك بايل، يا خرب ده لعيب جامد ده برافو عليك. مانشستر يونايتد انا لسه كنت بقول كنت بتفرج مع ولادي فقلت لهم احسن لعيب هو اللي خسر الكوت ديفوار. سبحان الله ده لعيب جامد جدا. انا اقول لك بقى مفاجاه يا كابتن طارق، انا مشجع مانشستر يونايتد. الراجل انا حتى لو مفاجاه ماتش بقول له انت بتخليني اعاني من مستواك السيء مع مانشستر يونايتد وتخليني اعاني من مستواك السيء قدامنا منتخب مصر. بالزبط. يعني مستواه على فكره واقع جدا مع مانشستر يونايتد. بس النهارده انا شفت لعيب مختلف تماما في ستايل قطع الكوره، الباص، الضغط، حاجات كتيره جدا اتعملت. دول افضل اثنين لعيبه شفتهم في كوت ديفوار. بقيه اللعيبه عاديه بس عندهم زي ما قلت لك السرعه، القوه الجسمانيه، انت تتفوق عليهم بالذكاء والمهاره والتالنت اللي انت بتمتلكها على مدار العصور اللي فات. انت مسكت الكاميرون في 86 وفي 2006 وفي مع اسماء اقوى من كده بكتير. صح. فاهمني؟ كوت ديفوار يا كابتن 2008 اللي كسبناها 4 اقوى من دي 1000 مليون مره، واللي كسبناها 86 طبعا كان 86. عندك يوسف فوفانا، كان عندك لعيبه كتيره جدا، مش يعني انا كنت في المباراه طبعا. فانت بتتكلم على لعيبه كانت عندها الحتتين دول. لكن كل ما انت بتتفوق على المنتخبات الافريقيه يا كريم، سؤالك بقى اللي انت بتقول عليه هو ده السبب. النهارده شفنا في ذكاء في الملعب، ذكاء تمركز، ذكاء في التحرك، ذكاء في انك انت في وقت ما انت مضغوط بتقف صح ازاي. صح. وقت ما انت عايز تضغط بتفرض سيطرتك وبتفرض اسلوب لعبك على المنافس. صح. كل الكلام ده شفناه. احنا لما بنشوف حاجه كويسه بنقولها طبعا، فاهمني؟ ما حدش يقدر يشكك او يعني اقول يشكك في وطنيه اي انسان في على داخل بلدنا. ليه؟ لان كلنا بنحب مصر 100% وكلنا بنشجع مصر. صح. البيت النهارده كله كان بيدعي، يعني انا كنت قاعد الناس كلها مراتي وعندي حمايه وحماتي كلهم واخواتي. بس اقول لك حاجه كابتن طارق، وحضرتك قريب من السوشيال ميديا، انا عارف ان انت بتشوف السوشيال ميديا. في ناس، وانا قلت الكلام ده امبارح بعد الكلام اللي قاله محمد صلاح، في ناس احيانا يعني بعيد عن الحس الوطني بيبقوا عايزين يقول لك ايه، انا صح، انا قلت لكم كروش ده هيفشل عشان ما خدش فلان وفلان. كم واحد انا قلت لكم بصراحه 4-5 لا. لا لا يا ليلو، حتى لو هم كتار بس اقول لك طول ليه تعدوا 17-18 سنه. كل شباب، كل السوشيال ميديا دلوقتي معظمها هتلاقي اللي بيتكلم كلام عائله، تلاقي سنه معدي ال 40-50 سنه. فاهمني؟ لكن كل الواد المندفع الشباب معظمه حتى عندنا على مستوى مثلا مواقع الزملكاويه او مواقع الاهلاويه بتلاقي فيه نوع من انواع الاندفاع. فاهمني؟ بشكل مبالغ فيه. ما خدش قفشه ليه؟ ما خدش طارق حامد. بالظبط، برافو عليك. لا خلاص اللي موجودين دول ما احنا اتكلمنا الكلام ده قبل البطوله. أيه؟ لكن اثناء البطوله خلاص، ما خلاص هترجع طارق حامد دلوقتي. انت عارف يا كابتن هم كملوا ليه اثناء البطوله؟ قفشه لابد يكون، بس خلاص الموضوع ده انتهى. اي واحد بقى لابس شيرت منتخب مصر خلاص هو بالنسبه لنا. بالظبط. عشان كده كابتن عبد الجليل النهارده، وعشان كده صلاح طلع اتكلم قال اشار للكلام ده كله، قال لك ان انتوا يعني كل كلام صلاح في المؤتمر ان هو بيوجه المصريين كلهم للمنتخب عشان يبقى فيه جماهير. طول عمر المنتخب ملوش جمهور. مش تبقى عارف يعني، مش اول مره صلاح يعني صلاح لما قال كده، ما هو منتخب مصر ملوش جمهور لحد ما يكسب. لغايه اللعيبه هي اول يعني النهارده كل الناس يعني هتلاقي الاهلاويه
داخلين بيشيدوا فتوح وزيزو النهارده كانوا رائعين جدا. هتلاقي الزملكاويه داخلين يقول لك يا سلام على الشناوي، يا سلام على حجازي، يا سلام على مش عارف لعيبه الاهلي كلهم، وعمرو السوليه وحمدي فتحي. هتلاقي العكس النهارده السورتيري كابتن عبد الجليل رائعين، وحاول كمان زمايلي نزاعهم تاني. صوره فتوح ورايح يبوس دماغ الشناوي على الارض مصاب، صوره الشناوي ابو جبل وراح للشناوي، يا خبر ابيض على الجمال. هو ده المكسب يا خبر ابيض يعني. وبعد كده نقعد احنا نتخانق مع بعض بقى على السوشيال ميديا ونقول اهلي وزمالك. يا كابتن هي طول عمرها كده كابتن، والله طول عمرها كده في المنتخب وفي الانديه واصحاب، وبيخلصوا الماتش بنروح نخرج مع بعض ونقعد مع بعض. انا مش راجل اهلاوي، انا قعدت وشغلي مع الراجل ده كله. بص يا كابتن الجمال، لا لا يا كابتن، لا ده في طبيعه كابتن. واحده تانية كان ابو جبل راح للشناوي وهو قاعد قبل ما ينزل. ايوه دي كانت وقاعد على الدكه. دي كانت عظيمه. لو عندك الصوره دي جيبوها برضو، لان دي بعد الماتش اعتقد. وفي صوره الفتاة دي بعد ضربات الجزاء. لا بص يا كابتن، احنا لعبنا منتخب مصر وعاصرنا ناس في منتخبات كتير، ده الوضع الطبيعي في كل الحته، في كل حته. والله العظيم يا كريم دي مش حاجه جديده او حاجه، دي الروح اللي موجوده دول مع بعض. في الدوري بيتنافسوا وكده، واهلي وزمالك واسماعيلي وكده، انما ساعه ما بيتجمعوا مع بعض هي دي الروح اللي المفروض تبقى موجوده، ودي حاجه كويسه. ما انا بقول لك طول ما المنتخب بيكسب وبيأدي اداء كويس، والله النهارده لو حصل حاجه لا كنت جيت سقفت برضه المنتخب، ما كنتش ههاجم. لو حصل حاجه النهارده انا شايف ان الراجل عمل اللي عليه، واللعيبه عملت اللي عليها وبزياده. فالنهارده لا يشكر، بس انا بقول لك دي بدايه. مش عايزين نفرح قوي زي ما احنا بنزعل قوي وبنفرح قوي قوي قوي. النهارده بعد الماتش كميه البرامج اللي طالعه، ولو وصل للعيبه الكلام ده كله يبقى كده هتحسس اللعيبه ان هي عملت اللي عليها، خلاص خلصت الليله كابتن وشكرا. صحيح ده اللعيب المصري. فانا بقول لهم لا، لسه بدري. لسه قدامنا مغرب، لسه قدامنا كاميرون، لسه قدامنا نهائي. زي ما احنا بنقول ما نبالغش في الهجوم والزعل، ما نبالغش كمان في الفرح والانتصار. دي حاجه مهمه.